انا منحوسه من يومي. مالك يا شهين ده؟ الواد ايمن خطيبي لقيته عامل لايك لواحده اسمها طنط فاتن ام ايمن مش عارفه مين. ده نفس اللي حصل لي من سنه مع شادي. فاكره شادي؟ برضو كان عامل لايك لواحده اسمها ابو ايمن. الزهر ابو ايمن دي صديقه الطلبه. غسان الحقنا يا صاحبي، فلوسي اتسرقت كلها وعملت حادثه بالعربيه ورفضوني في الشغل وامي بتزعق لي في البيت مش عارف اعمل ايه. بقول لك ايه، البت ليلى جايه ومعاها واحده صاحبتها وعايزين واحد الساعه 6. رايحين فين؟ كافيه. يلا بينا. سيب على نفسك. بس يا سيدي خليهم يقتلوا البطاطس عشان خاطر بيتحرقوا قلبيني. غسوا حبيب قلبي. عامل ايه؟ عبد اللعيب. عامل ايه؟ عامل ايه؟ عامل ايه؟ عامل ايه؟ عامل ايه؟ عامل ايه؟ وحشتيني. وانت الجامد يا بنتي. مش مصدقه، مش مصدقه. يا ويت يا بنت ويت يا ملك بيديتي كده وحلقتي شنبك. ايوه من زمان ونورتي. ايه؟ لحظه بقى، انت خسيتي؟ بتهزري؟ بجد خسيتي؟ ايه العود مظبوط؟ اوه بجد بيرفكت. بتهزري؟ والله خسيتي. وحشتيني. وانت كمان. بس اقول لك على حاجة؟ ايه؟ انت خسيتي اكتر. بجد؟ فعلا وشي خسي بنت وبقيتي موزع. طب بص كده. ها؟ وحشتيني. ايه ده انت جبت هدوم جديده وفانيله جديده؟ انا ابن ناس وبصرف يا طول عمرك. الناس يا صاحبي ده شرف العائله. جبته بكام ده؟ الراجل قاعد يقول لي 1250 فصلت معاه جبت الواحد ب 35 جنيه. يا ابن اللعيبه مش هتلبسه لصاحبك. هلبسه لك. هو ايه؟ التيشيرت. ايوه بقى يلا بينا. هاي هاي. شفت البادي بتاعي؟ ايه ده وحش قوي. وحش قوي بتهزري؟ بجد ده باين الارداف. اوه هي باينه؟ باينه قوي. اصلا انت بتغيري مني عشان كده بتقولي ان هو وحش. شوف منك انت ليه اصلا؟ انا اجمل منك. فاكره الفستان اللبني بتاع المره اللي فاتت؟ مين؟ قعدتي تقولي ان هو ماسك على المؤاخذه وفي الاخر رحت جبت اخوه. جبت اخوه عشان احلى منك. اصلا انا مش لابسه لك انت. ولا انا لابسه لك انت. بصي انا مش قاعده معاكي اصلا. انا مش هتعرفك اصلا. ولا ايه التقدم اللي انت عملته ده؟ هو من تاني وتالت ورابع. تاني وتالت ده انا هطلع تيك تاك تيك تاك. ازاي يعني؟ طب تعالى موريه. هضربك يا ابني صاحبي. ما زعلتش مني. بص يا صاحبي عشان تبقى فاهم، انت مسكتني ضربتني وسرقت فلوسي قبل كده وخدت باسورد الفيسبوك بتاعي وخليتني ادفع لك في الميكروباص واغتصبت مرات خالي، بس بعد ده كله انت اللي باقي لي. صاحبي اللي مني. حبيبي يا ابن خالتي. كلام كبار. اخويا. ايه ده؟ انت ازاي تفتحي الشنطه بتاعتي اصلا؟ انا براحتي على فكره افتح اي حاجه. براحتك ايه؟ انت ما تفتحيش شنطتي وما تلمسيش حاجه. بس مش شنطتي دي. بصي انا اصلا مش طايقاكي والله العظيم. بصي يا بنتي. هو انت تاني يا حرميه الشنط يا قرشانه؟ انا قرشانه؟ طب والله يا بنتي ليه شنطتك تاني؟ اخلصي. يا عم حرام والله العظيم اقسم بالله. هوبا بقى يا عم بقى اهي يا عم. حرام عليك يلعب كوره بقى يا عم في يا حكم يا ظالم. هندس والله العظيم يا جدعان اقسم بالله. كمبيوتر يا عم بيفهم انت يا عم. انت كمبيوتر انا بلعب على طول على فكره. يا عم انت مش تلعب اصلا يا عم. يا عم العب كوره بقى يا عم في ايه؟ العب كوره. كريستيانو بيباصي لبنزيما، بنزيما بيباصي اهو وبقولها لك من وجهه نظر التي لا قيمه لها. الله 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 عليك يا عم ميمي. انت بتتعلم كوره وتعالى يلا. انت بتتعلم يلا. ايه المسلسل بدا؟ تعالى اقعدي اقعدي بسرعه بسرعه عشان تلحقي. انا سخنت في شنو جه؟ اجيبي حبه خدي الحاجة. بصي بيقول لها ايه؟ وبعد 3 ايام بيقول لها زي القمر خاين غشاش. اصلا هي اللي سابته يعمل فيها كده عشان حماره تستاهل. معلش يا حبيبتي بيخونها. معلش يا حبيبتي معلش معلش عشان كلب عايز اجيب فستان زي فستانها ده. لا الفستان التاني شفته امبارح في الوكاله حكايه. لا الروز هيليق عليكي اكتر. مش مع الجسم. لا لا يبقى انا بقول لك الروز هيليق عليكي اكتر. اللبن يا بنتي عشان فتحه الصدر بتاعته. لا لا خد بالك لما تاخديه ترتب من تحت لفوق هيبقى احلى بكتير. بتهزري؟ بجد انت بقى لو عملت شعرك زي البنت دي مش هيليق عليكي خالص يا بنتي. ده عامله زي ندى بسيوني. انا عامله ديجرادي. ديجرادي اللي هو من تحت لفوق اللي هو قلع باليه.